السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى من الله عز وجل الفيديو ديال اليوم يلقاكم وانتم بخير وعلى خير في تمام الصحة يا رب. كما كتشاهدوا اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هاد الفطائر، كنقولوا لهم بوشيار او الشيار، كل واحد كيف كيسميهم. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم حيت كيجيو رائعين، فشفشين ورطبين وسفنجيين ودغيا كيوجدوا وكيتوجدوا في الفطور ديال العيد، كيجيو رائعين. وتمنى من الناس اللي اول مره كيدخلوا القناه ديالي انهم يشجعوني ويدعموني ويضغطوا على زر الاشتراك باش يتوصلوا بجديد الوصفات، وعلاش لا اللي عجباتو الوصفه يبارطاجيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الحباب والصحاب. بسم الله على بركه الله. المكونات اللي هي جد عاديه، عندي هنايا جوج زلايف ديال الفورص او ما يعادل نصف كيلو، وعندي زلافه ديال الفينو ما يعادل الرابعة 250 غرام، عندي واحد المعلقه ديال الملحه. صافي غنخلطهم بهذا الشكل. صافي غادي نضيف واحد المعلقه ديال الخميره ديال الخبز ومعلقه ديال السكر، وغادي نجمعوها بالمدافي. وهنايا السر ديالو باش يجيكم ناجح كما غادي تشاهدوا معايا في الفيديو، غادي نعجنوها ونخليوها قاصحه، يعني ما غاديش نديروا الماء بزاف ونرطبوها من المره الاولى. هانتوما غادي نجمعها قاصحه، وعاد غادي نبدا نضيف الماء بشويه بشويه وانا كندلك حتى كترخف وكنحسوا على العجينه والقوام اللي بغينا. هانتوما كما شاهدتوا الجمعه الاولى راني جمعتها يعني باقا قاصحه. صافي وكنبقى نضيف الماء وحتى كندخل داك الماء في العجينه عاد كنعاود نضيف، وهي كترخف وهي كترخف، وفي نفس الوقت داك الفينو كيشرب، العجينه ديالي كتشرب مزيان، وكنحصل على واحد النتيجه اللي هي رائعه. ها انتما بهذا الشكل. صافي غادي نبقى ندلك ونضيف الماء اللي تشرب ليا العجينه، الماء نضيفو عاوتاني حتى غادي نحصل على واحد العجينه اللي هي رخوه ومدلوكه. هانتوما بهذا الشكل. صافي وغادي نجي ندير لها شويه الماء من الفوق ونغطيها بورق سوفيغيزي. ها هي بعد ما خمرات غادي نحيد ليها داك البلاستيك الغذائي بهذا الشكل. صافي وغادي ندير دابا في يدي شي شويه ديال الزيت، وغادي نحاول نحيدها من القصريه، نجمعها بلا ما ندلكها، تنحاول نخليو فيها الخميره. هانتوما بهذا الشكل، ويدي مدهونه بالزيت باش ما تعاودش تلصاصق لينا في القصريه ديالنا. صافي بهذا الشكل. صافي غادي نجيب فوقاش غادي نكرص، راه كتجي رخوه ديك العجينه ومطاطيه. وصافي هنايا غادي ناخد كنصوب كره، الكره الاولى، وغادي نحاول غادي نقرصها، وفي الوقيته اللي غادي تكون كطيب غادي نقرص غادي ندير كره اخرى، وغادي نبقى بهذا الشكل حتى نكملهم، يعني ما كنحطش الكرات وكنخليهم. ملي كنقرص هذه مثلا انا قرصتها غادي نردها باش تطيب، غادي نجي نقطع وحده اخرى وغادي نخليها ترتاح بما طابت لي هذه وكنقرصها وبنفس الطريقه. وهنا كما كتشوفوا راه كنسرحها غير باطراف الاصابع. صافي ها هي دي، راه كيجي اسفنجي وكيجي مفشفش ومهوي من الداخل مزيان، وفي نفس الوقت كما قلت لكم راه ساهل. صافي في هاد الاثناء انا راه قرصت وحده اخرى وخليتها
وقطعت قريصه وقطعت كره اخرى وخليتها كترتاح. هانتوما كيف كيجي؟ راه كيجي زوين بزاف. وبالنسبه مثلا العيد راه ممكن تعجنوه بالليل صافي وتغطيوه، ما تكتروش ليه الخميره بزاف، وغادي تخليوه في الصباح ان شاء الله غادي تلقاوه خمار صافي، وغادي تطيبوه مباشره. غادي معكم دقائق فقط حيت دغيا كيطيب. وهذا هو الشكل ديالو صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كما قلت لكم راه كيجي زوين بزاف ومفشفش ورطب واسفنجي، وما كيجيش معجن بتاتا. هانتوما كما كتشوفوا، نتمنى انه يعجبكم. والى وصفه قادمه ان شاء الله، واللي مازال ما اشتركش نتمنى انه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس.